النسخة الأولى بديها في 2016، توالت سنين توالى معها دواية، هذه ولله الحمد النسخة الرابعة على التوالي. في كل سنة نحاول نضيف قيمة على السنة اللي قبلها. السنة اللي فاتت كان فيها عرض في طرابلس وتونس وكان فيها مشاركة من تونس. السنة هذه حاولنا نتوسع أكثر، فكانت في مشاركات من تونس والجزائر والمغرب. يضم معرض دواية النسخة الرابعة حوالي 30 عمل فني حروفي ل 11 فنان من جنسيات مختلفة. نتمنى أن نقدموا شيء جديد، منشط مدني ثقافي في ظل الظروف هذه الصعبة.